إنها ليست برافعة زيت، بل إنه أول محرك تم اختراعه على الإطلاق. فظهور هذه الآلة هي أساس شجرة العائلة للتكنولوجيا الحديثة، من الطائرات ومحطات الطاقة والقطارات والسيارات وحتى الثلاجات. فجميعهم مدينون باختراعهم لهذا الابتكار، وهو محرك نيوكومن البخاري. ولد توماس نيوكومن بمدينة ديفون بإنجلترا عام 1664، حيث كان تاجر حديد، وكان يسعى دائماً لإيجاد طريقة لحل مشكلة الفيضانات في المناجم المحلية. لقد اتضح الأمر حيث أن محرك نيوكومن البخاري ليس فقط الجد المباشر للمحركات الحديثة، لكن اختراعها في عام 1712 ساعد في تمهيد الطريق للآلات التي قادت للثورة الصناعية. فلو لم يتم تصميم هذه الآلة، فإن شجرة التكنولوجيا الناتجة بأكملها كانت ستتغير كلياً، ولما كان العالم كما نعرفه الآن، ولما تعرفنا على العالم من حولنا أيضاً. إذن دعونا نكتشف جد جميع المحركات ونرى كيف يعمل. محرك نيوكومن البخاري الذي يشبه رافعة الزيت، وذلك لأنهما يقومان بنفس الوظيفة، حيث أن رافعة الزيت تضخ الزيت من الأسفل إلى الأعلى، ومحرك نيوكومن البخاري تم استخدامه لضخ المياه خارج المناجم. دعونا نرى هذا المحرك وهو يعمل. يبدو بطيئاً، أليس كذلك؟ ولكن هذا هو المحرك الأول من نوعه. فالتحرك بسرعة 12 دائرة في الدقيقة الواحدة أسرع نوعاً ما. دعونا نلقي نظرة. هنا لدينا المحرك البخاري، بينما على الجانب الآخر توجد المضخة التي تتعمق بداخل المنجم، وأعلى ذلك يوجد شعاع خشبي ثقيل وكذلك مرتكز يجعل حركته كالأرجوحة، مع رؤوس مقوسة وسلاسل تنقل الحركة من جانب المحرك البخاري إلى جانب المضخة. لم تكن حركات المضخة والأرجوحة هذه مخترعات جديدة، ولكن ما مثل فارقاً هو المحرك البخاري، لذلك دعونا نركز على ذلك. هنا لدينا مكبس، اسطوانة، خزان ماء مغلي وتحته نار، خزان ماء ومجموعة من الصمامات. عند بدء الدورة يكون وزن جانب المضخة أثقل، لذلك يتم سحب المكبس، وأثناء حدوث ذلك يملأ البخار الساخن الاسطوانة، وعندما تمتلئ الحجرة يغلق الصمامان اللذان بدورهما يغلقا الحجرة كذلك. بعد ذلك يتم فتح الصمام الذي يتصل بالمياه بسرعة، فيقوم رذاذ الماء المتطاير بتبريد البخار، ثم ينغلق الصمام. يؤدي هذا التبريد إلى تحول البخار من الغاز إلى سائل، أي أنه يتكثف، ونتيجة لذلك فإن مقدار الضغط المندفع من داخل الإسطوانة ينخفض بشكل كبير، وبالتالي يخلق فراغاً. ومع ضغط الغلاف الجوي فوق المكبس ووجود فراغ في الأسفل، يتم دفع المكبس لأسفل ويتم إنتاج الطاقة، ثم يتم نقل الحركة من خلال عارضة التوازن، وتستخدم على جانب المضخة لنقل المياه من المناجم. يسمى هذا الجزء من الدورة بضرب الطاقة، أي Power Stroke. الآن بعد أن انخفض المكبس، أعيد ضبط الدورة وفتح هذان الصمامان وتحطم الفراغ الموجود، إذن البخار سيندفع مرة أخرى، بينما يخرج الماء السائل المكثف من الجانب وتتكرر الدورة. يرفع وزن جانب المضخة المكبس بينما تمتلئ الغرفة بالبخار. عندما يصل المكبس إلى القمة، يتم إغلاق البخار وصمامات الإخراج. ينفتح صمام الماء لفترة وجيزة، ويؤدي رذاذ الماء إلى تكثف البخار، وبالتالي يخلق فراغ مرة أخرى. يتم سحب المكبس للأسفل، يفتح الصمامان وينكسر الفراغ ويدخل البخار، والسائل يترك الجانب. الآن الوزن من الجانب الآخر يسحب المكبس للخلف، والبخار يملأ الإسطوانة. رجاءً انتظروا قليلاً، فقبل أن تتعقد الأمور دعونا نوقف هذه الدورة ونلقي نظرة فاحصة على اسطوانة البخار لفهم أفضل. كيف تخلق قوة كافية لتحريك هذه العارضة الخشبية الضخمة وضخ المياه؟ للقيام بذلك سنقوم بالتكبير، حيث نتمكن من رؤية الجزيئات وهي تقفز.
في الأسفل لدينا اسطوانة البخار، في المنتصف يوجد المكبس، وفوق ذلك الهواء في الغلاف الجوي. كل من جزيئات البخار والهواء ترتد حولها، وفي كل مرة يرتد فيها الجزيء على المكبس فإنه يضفي القليل من القوة. تسمى قوة جسيمات الهواء التي ترتد فوق منطقة المكبس بالضغط، ولأن الغلاف الجوي ينقل قوة فوق تلك المنطقة نسميه الضغط الجوي. لذلك في هذه الخطوة من الدورة لدينا مكبس في الأعلى مع اسطوانة مليئة بالبخار. مباشرة قبل فتح الصمام مع رذاذ الماء البارد يتساوى الضغطان الناجمان من ارتداد جزيئات الغلاف الجوي وارتداد جزيئات البخار مع بعضها البعض. الآن عندما يتم إدخال الماء إلى البخار فإن الماء يبرد البخار، وبذلك تبطئ سرعة جزيئات البخار. مع تباطؤ البخار تبدأ الروابط الداخلية للجزيئات في التكوين بين جزيئات الماء الغازية، أو بعبارات أبسط يتحول البخار من غاز إلى سائل، ثم يشكل هذا السائل قطرات ويسقط في قاع الأسطوانة ويتجمع في الأسفل. ومع ذلك يمكنك الآن رؤية عدم توازن القوى، فلا يزال الغلاف الجوي يضغط على المكبس، ولكن الآن بعد أن تكثف البخار وتحول إلى سائل ليس هناك الكثير من القوى المرتدة من الجانب السفلي للمكبس. هذا النقص في القوة يضغط على المكبس، يعني أن المكبس سيتم دفعه للأسفل بفعل الضغط الجوي الواقع عليه، وهذا النقص في الضغط يسمى ضغط الفراغ. فمن الناحية الفنية هذا فراغ جزئي، لأن الأسطوانة لم تكن فارغة تماماً من البخار، ولكن بغض النظر فهذا الخلل بين الضغط الجوي والفراغ هو المكان الذي تتولد فيه القوة لتحريك المكبس والمضخة. بالإضافة إلى ذلك هذا هو سبب تسمية محرك نيوكومن بمحرك الغلاف الجوي، فهو يستخدم الغلاف الجوي لإعطائه القدرة على ضرب الطاقة باور ستروك، فأقصى ضغط للبخار في الأسطوانة لا تتجاوز الضغط الجوي بشكل ملحوظ. إن المحركات البخارية المألوفة لدينا تستخدم البخار عالي الضغط والذي يفوق الضغط الجوي بمئات المرات أحياناً، ولكن في أوائل القرن 18 كانت السفن قادرة على تحمل الضغط العالي، حيث كانت حدوث الانفجارات هو شيء متوقع. حسناً دعونا ننتقل الآن بعد أن فهمنا مفهوم خلق الفراغ. دعوني أسألكم، ما إذا كنت سأخذ لتراً واحداً من الماء السائل وأقوم بغليه كله ومن ثم أحوله إلى بخار، ما الحجم الذي سيستحوذ هذا البخار عليه؟ مع الأخذ في الاعتبار أنه في ضغط الغلاف الجوي وليس مضغوطاً، ربما سيتطلب مساحة 10 لترات، ربما 100 لتر من الفراغ. حسناً، الحجم من لتر واحد من الماء السائل المحول إلى غاز سوف يستهلك ما يقارب مساحة 1700 لتر. هذا قدر مجنون من التوسع. إليك زجاجة ماء بسعة 2 لتر، دعونا نغليها كلها، وبدون الضغط على البخار سوف تملأ مساحة أكبر بكثير في الواقع، ربما تصل إلى مساحة 4 ثلاجات كبيرة. الآن دعونا نعكس العملية. لنبدأ باسطوانة بخار ضخمة تبلغ سعتها 425 لتراً عند الضغط الجوي. الآن دعونا نبرده مثلما نفعل مع محرك نيوكومن. يتحول الغاز إلى أكثر بقليل من كوب من الماء السائل، يمكنك أن ترى ذلك من كثرة البخار المتصاعد عند تكثيفه. نحصل على جزء بسيط من هذا الحجم في الماء السائل. فهم توماس نيوكومن هذا المفهوم، وجعل عمال المعادن يعرفون كيفية تطبيقه من أجل بناء هذا المحرك لضخ المياه. كان هذا الابتكار ثورياً، حيث أطلقت شجرة تقنية جديدة تماماً، في حين أن فكرة تشغيل المعادن وغلي الماء بالنار كانت موجودة منذ العصور القديمة، وفي القرنين 16 و17 تحسن فهم المكانس الكهربائية والمكابس. ففكرة نيوكومن المتمثلة بالجمع بين النار والبخار والمكابس والفراغات في محرك دوري للقيام بعمل مستمر كانت فكرة رائدة فريدة من نوعها. وبعد 60 عاماً تم اختراع محرك الوات الذي تطور في الكفاءة وأصبح العمود الفقري الحقيقي للثورة الصناعية. لكن جيمس وات حصل على أفكاره أثناء عمله على المحرك البخاري نيوكومن،
في تصاميم القرن التاسع عشر المتطورة لمحركات البخار عالية الضغط التي تشغل القوارب والقاطرات. وفي النهاية تم استبدال البخار بمحرك الاحتراق الداخلي، لكن لن يكون أي من هذه المحركات موجوداً بدون الأساس وهو المحرك الخاص بثوماس نيوكومن. فقدرته على الهندسة والجمع بإبداع بين التقنيات من حوله قد غيرت العالم للأبد. كونوا بالقرب لمشاهدة الجزء الثاني لهذا الفيديو، حيث سنكتشف محركات الجر والتعمق أكثر في المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل المحركات البخارية. شكراً للمشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، بانتظار تعليقاتكم واستفساراتكم حول هذا الموضوع، وسنكون سعداء بإخبار أصدقائك وعائلتك عما تعلمته اليوم من علوم مفيدة وشيقة. إلى اللقاء.